بعد 30 عاما من عملها في توثيق الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الانتهاك بحقها هذه المرة. هكذا وثقت كاميرات المراقبة كيف اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر الحركة واستولى على حواسيبها ووثائقها بهدف تعطيل عملها. 6 أجهزة كمبيوتر ديسكتوب واثنين لابتوب، إضافة إلى مجموعة من الوثائق يقدر عددها ما بين 15 إلى 20 وثيقة، هي وصول الغرامات وكفالات لأطفال موجودين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وفي السجون الإسرائيلية. كل هذا صدر، كل هذا تم سرقته. وصلت أدوات خلع خاصة. النيابة العامة الفلسطينية وصلت إلى مكان الاقتحام ووثقت هي أيضا ما جرى في المقر. جمعوا الأدلة وسمعوا الإفادات، يوثقون ذلك لتقديم الملفات إلى المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه. جميع ملفات الانتهاكات الإسرائيلية التي تتم يتم توثيقها، يتم وضعها في النيابة العامة الفلسطينية بعد إجراء كل المقتضى القانوني اللازم، سعيا بالضرورة لعرضها على الادعاء العام الدولي في حال طلبه في الجنايات الدولية. اقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال جاء بعد أعوام من تعرضها لحملة تحريض من قبل مجموعة من المؤسسات الصهيونية بهدف التشكيك في مصداقيتها ومحاولة تجفيف مصادر تمويلها. لم ينجح الاحتلال في قطع التمويل الدولي عن الحركة فهاجم مقرها. وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خلال العام الجاري 72 حالة قتل من قبل الإسرائيليين لأطفال فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. آخر ما وثقته الحركة قبل اقتحامها بساعات هو قتل الاحتلال للطفل محمد العلامي في الخليل أمس. من مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عميد شحادي،